بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دول حضرتك 10 فدادين في شركة المساهمة البحيرة، مشروع ناصر، الكيلو 75، الكيلو 75 بحاري. في الصراحة حضرتك دورين محترمة، زي ما تقول 10 فدادين مزروعين، دور حضرتك بحالهم حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. شوية أرض زي الكتاب ما قال، أرض حمراء محترمة، مية بحارة حضرتك زي ما أنت شايف كده، الزراعة الله أكبر فيه. في الصراحة حضرتك دورين ماشي فيها كم نخلة كده حضرتك، شوية أرض بسم الله ما شاء الله. حضرتك بحاري، بينك وبين النصر قطعة واحدة. اللهم صل على النبي. الأرض فيها مية الشرب من البحاري حضرتك. أرض حمراء محترمة. اللهم صل على النبي. 10 فدادين وفيهم 5 فدادين فيهم عنبر دواجن، واخد رخص التشغيل. لو عايز تضمه لهم ماشي، العشرة بنباعوا ماشي، دول ماشي. ده غازي ده حضرتك المية. منطقة محترمة، بينك وبين النصر قطعة واحدة حضرتك. المدينة المنورة للاستثمار الزراعي والعقاري بتقدم أحلى ما عندها لحبيبنا وعملائنا الكرام. أبو مشعل بيحاول يوفر أي حاجة كويسة لكل الناس المحترمة. حضرتك تعرف أنت بتتعامل مع مين، أنت بتتعامل مع مين. أنا كل يوم صوتي على الفيس حضرتك، كل يوم صوتي على الفيس. أنت شايف المبنى دي فيه انت اعتردك الصراحة دورين زي ما انت شايف كده، اهي مبنى متواضع فيها حضرتك زي ما انت شايف كده، اهو مخازن من تحت، مكان محترم. اللهم صل على النبي. شوية ارض 10 فدادين، عايزين حد بس يقعد فيهم ويظبطهم ويزرعهم شوية عنب، شوية مانجي، شوية برتقال. مكان محترم، مية 24 ساعة. شركة مساهمة البحيرة، مشروع ناصر، الكيلو واحد، الكيلو 75، كبر الريان. عنوان الأرض كبر الريان على مشروع ناصر، مدخلك مدخل 75 كبر الريان. شركة مساهمة البحيرة، 10 فدادين، يبعد عن النصر 200 متر. المبنى ده حضرتك فيه حاجة محترمة، عقد خالص الثمن من شركة مساهمة البحيرة. تحياتي لكل المصريين، أبو مشعل بيصب على المصريين كلهم.